خلونا نبتدي مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. وامبارح تم افتتاح أو رئيس عبد الفتاح السيسي افتتح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وعدد من مشروعات النقل الأخرى في مجالات السكك الحديدية. امبارح أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بخصوص مزاعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات. تعالوا نشوف مزيد في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. امبارح افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وعدد من مشروعات النقل الأخرى في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق ومحاور النيل الكباري أعلى المزلقانات والكباري العلوية. وبلغ عدد المشروعات اللي تم افتتاحها أمس 20 مشروع، منها 8 مشروعات تم افتتاحها بالفيديو كونفرنس. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، فقد تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي نفت تلك الأنباء، وأكدت إنه لا صحة لإقرار الهيئة خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر، وإن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة. وشددت الهيئة على أن المعاشات هيتم صرفها لمستحقيها في موعدها المقررة دون أي خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي لم يتضمن أي خصومات بنسبة 2% في أحكامه. وناشدت أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجان رياضي على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية، شملت منافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة واجتياز الموانع بالكراسي المتحركة، واتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفة الوطنية. أيضا امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في التحول الرقمي في كافة المجالات، وقع اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء محمد عبد العزيز بالراية رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحري. يهدف الاتفاق لتوفير جميع الاتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة، مما يدعم تطوير الأداء للعاملين ويسهم في تقديم كافة الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحري أول ميناء ذكي في مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتي من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروع للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وده للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة. وفي إطار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري حفل تكريم لأوائل الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2023-2024 بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.